في دعوة زي لا تخد، انما خلاص قفلهم عنق هناك، عنق الزجاجة، فتح اللعب هناك ناحية اليمين عند رامي ربيعة اللي لعب في نص باك يمين وبينط في قفاه وتنزل كرة موسى، انت بترقص كويس والله. هدف بقى يا راجل، هدف 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 جميل جدا جدا جدا، عمرو جمال يحط الهدف الثاني، مباراة 3-2 ناقص هدف 4-2 نخشهم. يا عمرو جمال، عمرو جمال والهدف الثاني للنادي الاهلي في الدقيقه 29. ادي موسى يدان وادي منتهى العقل كده يلعبها سن وعلى طول، برافو. هدف برده على فكره في كونتاكت ما بين موسى يدان وعمرو جمال، برده في السوبر جاب الهدف ده بالظبط، نفس اللعبه وكربون، نفس اللعبه وكربون. عمرو جمال في الدقيقه 30 من زمن الشوط الثاني يحط الاهلي الهدف الثاني وتبقى 3-2، 4-2 الاهلي يخش. ياه